السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المغرب هو دولة لا صغيرة ولا كبيرة، لا هي بردة ولا سخونة، لا هي إفريقية ولا أوروبية. نتكلموا بالعربية والأمازيغية وما يفهمونا لا الأمازيغ ولا العربي. الشعب ديالو ما تعرفوا إسلامي ولا حدثي، فيه أجمل نساء العالم وفي الوقت اللي ما فيه الزين. السدود عامرة والماء كيتقطع، المطر ينزل والخضرة غالية، البحر موجود والحوت غالي، ما فيه إرهاب ولا أمن. العيشة ما تفهمها لا غالية ولا رخيصة، لا تفهم الشعب فقير ولا لبس عليه، واش مكلخ ولا واعي، ما تفهم واش عندنا ثروات ولا ما عندناش. عندنا الحكومة هي المعارضة، كنزرعوا القمح والخضرة ونستوردوا القمح والخضرة. ما تعرف الفاسد ولا من يحارب الفاسد. الكورونا اللي غلبت أقوى بلدان العالم حاربناها، بدخل دارك الله يهديك، الناس كتموت انت كتكركر. المغرب كي تجلس فيه تكرهو وكي تخرج منه توحشو. ما تفهم راسك في المغرب، لا واقف ولا جلس.